ودلوقتي نشرة جوية مفصلة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في انخفاض طفيف النهاردة في درجات الحرارة، يا ترى ده مكمل معانا لغاية اليومين الجايين ولا هنرجع تاني لموجة الحر؟ بالفعل احنا بداية من اليوم هنبدأ نشهد كمان انخفاض آخر في درجات الحرارة عن أمس، بسبب إن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. هيكون معانا كمان منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات النهار، فايضا هتساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. ده هيكمل معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع، ومتوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 32 33 درجه مئويه فتره النهار. فاحساسنا بالطقس خلال فتره النهار: طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري، طقس مائل للحراره على السواحل الشماليه، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكتر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأجواء معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن احنا على مدار هذا الأسبوع هيكون في نشاط نسبي للرياح، سرعاته بتتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة. مع الكتل الهوائية الشمالية هيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. بصفة عامة هي الأمور مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، لكن مهم جدا ناخد بالنا إن التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة هيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من اللي إحنا بنقولها في نشراتنا، لأن قيم درجة الحرارة اللي إحنا بنقولها في نشرة درجة الحرارة المقاسة في الظل أو المتوقعة في الظل. فخلينا ناخد بالنا دايما لو أنا موجود في الشارع فترة الظهيرة يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 للساعة 3 أو 4 العصر، الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. مهم كمان إن احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، إذا المية تبقى موجودة فيها على مدار اليوم، وأبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، لأن كمان تدريجي هنبدأ نحس إن نسب الرطوبة ارتفعت، لأن الكتل معظمها قادمة من على البحر المتوسط، بتبقى متحملة بكميات من بخار المية، فتبدأ نسب الرطوبة ترتفع تدريجي. أكيد. طب حضرتك قلتي إن يعني في نشاط نسبي للرياح، هل هي رياح محملة بالأتربة ولا لأ؟ لا الحمد لله، هي هو نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة، لأن هو قادم من على البحر المتوسط، ما فيش أي أتربة ورمال مسارة الحمد لله، الأمور مستقرة في معظم المحافظات وما فيش أي تقلبات جوية ممكن تأثر على أعمال الأنشطة اليومية. طيب يعني حضرتك قلت لنا أخبار حلوة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، جو معتدل بالليل، الرياح ما فيهاش أي تراب، فده يعتبر طقس جميل جدا. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي هنشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. لو بصينا كده على درجات الحرارة العظمى والصغرى هنلاقي القاهرة العظمى 32 والصغرى 21، والعاصمة الإدارية أيضا 32-21، الإسكندرية 27-20، والعلمين الجديدة 26-21، مطروح 26-20، ودمياط 27-21، بورسعيد العظمى فيها 27 والصغرى 20، الإسماعيلية 32-22، وفي السويس 32-21، العريش 28-20، وكاترين 31-14، طابة 33-24، وحلايب 34-28، شلاتين 37-27، وشرم الشيخ 37-27 أيضا، الغردقة 38-28، وفي الفيوم العظمى 32 والصغرى 20، بني سويف 33-21، الوادي الجديد 39-30، أسيوط 35-24، سوهاج 36-25، في قنا درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، في الأقصر 39-29، أما في أسوان فالعظمى 40
والصغرى 29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ونرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي ونتابع أهم الأخبار والأحداث ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا